متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير إليكم. نشرة الأحوال الجوية الرئيسية التي نبدأها بآخر صور الأقمار الاصطناعية الواردة لدينا هنا في مركز طقس عربة، تشير تقريبا أن خلو سماء المملكة تماما من تواجد أي من السحب والغيوم، سواء بعض السحب والغيوم متوسطة الارتفاع تظهر في بعض المناطق الوسطى وهي غير ممطرة. خرائط توقعات النموذج الحاسوبي لتحركة الكتل الهوائية ودرجات الحرارة القريبة من سطح الأرض تشير إلى أن المملكة بمشيئة الله تعالى تبقى خلال ساعات هذه الليلة تحت تأثير الهواء البارد المتمثل باللون الأخضر والمتوغل جنوبا وصولا إلى جنوب الرياض. هذا الهواء البارد يتوقع تدريجيا اعتبارا من نهار ما غدا الانسحاب التدريجي نحو الشمال، كما نلاحظ كان في هذه المناطق ثم انسحب نحو الشمال مع تدفق لتيارات هوائية دافئة قادمة من البحر الأحمر باتجاه المناطق الغربية للمملكة، ويستمر ذلك تدفق للهواء الدافئ لتنسحب الكتلة الهوائية الباردة تماما عن أجواء المملكة وتصبح إلى الشمال من العراق، وتصبح عموما مناطق المملكة تحت تأثير تيارات هوائية أدفأ مما كان عليه الحال خلال الأيام الماضية. بالنسبة للأحوال الجوية هذه الليلة في العاصمة الرياض، يبقى الطقس هذه الليلة غالبا صافي مع درجة حرارة 9 درجات مئوية، والأجواء هذه الليلة أدفأ نسبيا طبعا مما كان عليه الحال خلال الليالي الماضية. تبقى درجات الحرارة منخفضة للغاية في المناطق المكشوفة والمفتوحة من المناطق الصحراوية، ولا يستبعد تشكل الصقيع في المناطق الشمالية من المملكة أو حدوث الانجماد والجليد في ساعات الصباح الباكر، وذلك نتيجة تدفق لهواء بارد وتدني درجات الحرارة إلى حول الصفر المئوي. الأحوال الجوية متوقعة خلال الثلاثة أيام القادمة، هناك ارتفاع تدريجي متوقع على درجات الحرارة بمشيئة الله تعالى في يوم الأحد 21 نهارا 11 درجة مئوية، ليلا 22 إلى 12 يوم الاثنين، لكن نلاحظ يوم الثلاثاء 24 إلى 13 درجة مئوية، وبالتالي هناك ارتفاع تدريجي متوقع على درجات الحرارة وتحسن في الأجواء وتكون الأجواء صافية ومشمسة بوجه عام. دعونا الآن نتعرف على درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا والصغرى ليلة الأحد على الاثنين، والتي سنبدأها شمال من سكاكا 17.5 على 13.3 وتبوك من 20 إلى 7 درجات مئوية. المناطق الغربية من المملكة تكون في مكة المكرمة 33 إلى 20، في المدينة المنورة 28-16، جدة 31 إلى 22 درجة مئوية، تكون في الطائف من 24 إلى 13 درجة مئوية. المناطق الجنوبية الغربية في أبها 21-10، الباحة 18-13، وفي جازان من 28 إلى 25 درجة مئوية. تكون في المناطق الشرقية في الإحساء 21-7 درجات، في الدمام من 21 إلى 10 درجات، وفي حفر الباطن من 17 إلى 6 درجات مئوية. ختام هذه الجولة. من المناطق الوسطى تكون في الرياض 21-11، في بريدة القصيم 21-9، وفي حائل من 22 إلى 8 درجات مئوية. هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم دائما بخير، إلى اللقاء.